حنا كي نجيو نتكلموا نقولوا الجيل الذهبي، الجيل الذهبي شكون؟ الاخضر باللومي، بنصوله، برسقان، فرقاني، قريشي، منصوري، ماروك، ثاميني، بزاف لعابه يسمحوا لي، بزاف لعابه كويسي، بزاف لعابه فاهمين. هذا هو الجيل الذهبي. بصح ملي نقولوا الجيل الذهبي ما كانش يخلف جيل ذهبي، راني على ماشي على، راني على الاوروب، مانيش على اللاعب المحترف اللي تكون في اوروبا، لا راني على التكوين هنا في الجزائر. نسيبوا واحد كيما بلومي التمريره العمياء، وين تسيبها؟ تسيب واحد انت كيما فرقاني، تسيب واحد كيما مرسقان، تسيب واحد انت كيما سرباح، تسيب واحد انت كيما تاج بن صوله، ما غادي تسيب هاد الناس، ما تسيبهمش دروك والله ما تسيبهم. خاطر علاه اللاعب المحلي دروك اعطيه 500 مليون وشيلوا لي بارتي. بكري ما كانوش كاينين كيما هكا، مي تسقسي على معسكر، معسكر داتها اللعب، داتها دمير، داتها مركز حتى اخر بارتي ودات شامبيونا، كان لا شير لا بيع، كل بنادم تاكل على روحه. كنت اتمنى لو ان الشارع الكروي الجزائري الذي يفقه ابجديات كره القدم ربما احسن من المسؤولين انفسهم يتحدثون عن مشاكل الكره الجزائريه ويرسلون انتقاداتهم الى هيئه المختصه سواء كتابيا ام يعبرون عنها في المدرجات وبطريقه حضاريه مثل ما يحدث في كل بقاع العالم. ولكن للاسف اصبح المناصر المسكين وسيله في يد بعض رؤساء الانديتهم. ذنبهم الوحيد انه يحب الفريق حتى النخاع، يقبل اللقاءات الكرويه كما يقول لك مخدومه، مقابلاتكم مخدومه وتمشري ما على بالوش كاع، المهم الفريق تاعو يديروا له ديك الغنيه احنا ما نطيحوش اليوم، معلوم معلوم ما نطيحوش اليوم، المهم ديك الاغنيه تاعنا المشهوره تاع معلوم معلوم ما نطيحوش اليوم، اشري بيع ما على بالهمش كاع. تصيب نادي في ناسيونال 2 هارب ب 10 نقط، تصيبو يبيع لي بارتي نورمال، يبيع لي بارتي نورمال. خاطر علاه البريزيدون همو الوعيد وهو جني الاموال، يقول لك انا نعاود ندخل شي خسرت ندخل، خاطر علاه انا راني طالع صاي خسر في بلادو يربح يخسر بلا ما يخسر نورمال. ترتيب المقابلات ويشارك تارة في عدم استقرار فريقه دون علمه ويخرب الفريق الذي يحبه بيده ليبقى في المستوى الذي يلعب فيه. علاه نقولوا بلي يخرب الفريق بيده؟ خاطر كاين ناس ضد ناس كيما راه صاري جياسكا حناشي كان ناجح، ناضلو ناس بغاو يحبغاو يوخروا حناشي ولاو يشيطنوا ولاو يدمروا محبين الفريق الانصار الفريق، ولاو يدمروهم باش ولاو يحوسوا باش جياسكا طيح، باش بالمناصر المحب للفريق ولا يحوس بلا ما يشعر هو لي في لي بريزيدون كي والو، لي بيدي لي راه بيجي كي والو، خاطر عليه يحوسوا على المصلحه الخاصه تاعهم برك، ما على بالو لا بذاك المناصر. انا ناشد دروك الناس اللي كانوا ضد جياس، اللي كانوا ضد حناشي، ويراهم ويراهم ويراهم، خاطر عليه عطاوهم معظم معظم راهم لاهيين صايك دروك، صايك صايك راهم لاهيين صايك، مكاش اللي يهدر ويراهم. العام اللي بات جياسكا كانت مليحه وكانوا نايضين، السنه جياسكا كي والو مكاش لها هدر كاع سكتوا كاع، خاطش علاه خدموا خدمتهم. الذي لعب فيه على حساب النزاهه ما على بالوش، التي غابت عن كراتنا منذ ان اصبحت المافيا تسير كراتنا. كي نقولوا المافيا ماشي مافيا تاع طليان، ماشي نقولوا مافيا، رؤساء الانديه وهم سبب الكوارث تاع كرة القدم الجزائرية. كنا نقولوها ميكال الحاج محمد راوراوا، كنا نهضروا كنا نقول لكم يا ودي الحاج محمد راوراوا ما غاديش يروح عند بريزيدو يقول له ما تشريش بارتيا، ما تبيعش، خاطر علاه ما على بالوش، ولا شري لي سيرفات لي مينيم، ولا كون لي، ولا خاطر علاه هذيك الخدمة تاع البريزيدو وتاع الناس اللي مع البريزيدو في النادي والمدربين هما اللي يكونوا. مشي الحاج محمد راوراوا يروح يدور عليهم في الانديه يقول لهم ايا طلعوا لي ميني طلعوا لي كادي. قلت لكم كنا نقولوها لكم، واليوم راهي زادت دخلوا في واحد الكوارث. على هذيك رانا نتكلموا المافيا تسير كوراتينا ما على بالهمش، يحوس الفوق يحوس ينجح
الفريق الاول والتحت اللي بيموت يموت ما على بالهش. وهذه في عجله حقيقيه المره التي تتخبط فيها كرتنا، والامور الاخرى الخطيره لا يحق لنا التشهير بها في منبر. الله غالب كاين شي صوالح تكلموهم، كاين شي صوالح كيما يقول لك حفاظ على السمعه تاع الجزائر، حفاظ على السمعه تاع بلادنا، ما نجموش نشهروا بها، حفاظ على السمعه تاع بلادنا. حنايا مش كيما ذوك الناس اللي جاوا للبلاطوات العرب قاع يضحكوا علينا كيما قالهم بشير، قالهم ما يضحكوا علينا، صحيح ما ضحكوش على الجزائر، ضحكوا عليكم انتوما اللي قلتوا باللي المقابله الحاج محمد راوراوا كان يشري في لافريك، ضحكوا عليكم، ضحكوا عليكم انتوما. حنا ماناش خباثه ولا رانا خاونا باش نخونوا ذي البلاد تاعنا، مهما يصرى في بلادنا ما نكشفوش، ما نكشفوش والو. المصاروة بغاو يتأهلوا بالدماء بالقتيلة، المهم يروحوا الكوب ديمون تبقى له إنجازات. وحنا يا روحنا أبناء الجزائر أنتوما ما بغيتوش، بغيتو ما نروحوش بقلوبكم. الشعب الجزائري كاع فرحان 2010 2014 وأنتوما مبغضة بقلوبكم، ما بغيتوش، بينتوا باللي ما بغيتوش. رغم أن العام والخاص يعلموها وأصبحت منتشرة وتمس بقيمتنا وتقاليدنا، كما يقول لك الناس هذو لو يهضروا في هذه تاع البيع وشيء توشاتنا في قيمتنا وتقاليدنا، تقاليدنا كما الناس الذمم تاعهم راحوا يبيع لك بارتيه يشيل لك بارتيه يديروا كلش. علاش تبقى السمعه تاعو فلان والله والله ما يخاف لا، وما قاعد يضربوا الصباط يمسحوا الصبابيط كاع كيما يقول لك كمصا ميجي في الصح يقابله يولوا كي ذوك الحيوانات الالفه يولوا غيها يهزوا في رسالهم. هذه هي. والان نوجه ندائنا الى كل مسؤولي كره القدم ومسؤول الهيئه تاع كره القدم لا فيديراسيون كما نقولوا الاتحاديه الجزائريه الكرويه، ان يعمل لاصلاح ما يستطيع اصلاحه قبل فوات الاوان، رغم اني اعرف ان ذلك يعتبر من سبع المستحيلات، لان الطمع والشجع والغيره والكراهية والمحسوبية وصفات أخرى أصبحت علامة مسجلة في كرتنا التي هي حقا في خطر. فهل من منقذ؟ نحن نناشد، هل من منقذ لكرتنا؟ هل من كما يقول لك هل من رجل له ضمير باش ينوض باش يضرب بيد من حديد؟ لي ما ينجمش يوخر يخلي الناس اللي ما تخافش، الناس اللي تقدم، الناس اللي تضرب 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 بالصبعة. خرج خرج انت مشي صالح، خرج خرج اللي قد الناس والو ما كلم ما شوفوهمش في التلفزيون خرج عليه. حطموا الفريق الوطني الجزائري، هما اللي حطموا كرة القدم الجزائرية، هما اللي داروا كلش، هما اللي سبب بالكوارث اللي صار يا خرج عليه. كانوا ساكتين على الحق، كانوا ساكتين على الحق، سكتوا على الحق، ما هضروش الحقيقة. 6 سنين ولا 7 سنين هما يحطموا في كل اتجاه، يضربوا في كل اتجاه، حطموا كلش. نناشد شكون اللي ينجم يجيب لي روكاديا يخلف مبولحي؟ شكون اللي ينجم يجيب لي واحد كيما محرز؟ كنتو تتكلموا باللي كاين اللاعب المحلي، كاين لاباط، اين هي هذه لاباط؟ راكو في 6 سنين واليوم صبحتوا فيها، اعطونا لاباط وين راهي؟ اعطونا لاباط، رانا ناشدوا فيكم، اعطونا لاباط، وين راهي لاباط هذه اللي كنتو تتكلموا عليها؟ ولا غير كلام، ولا غير لهو، كنتو دايرينها لهو، كنتو تدوا الدراما تقولوا راني لاباس. راني راك لاباس خاطش علاه؟ علاه تقول راني لاباس؟ في انا نفهم وين راهي رايحه، تاع رانا كلش جميل وكل كل شيء جميل. سي ماجر يقول لك كل شيء جميل، بوحنيكه يقول لك نتركوا الناس تخدم خاطش نتركوا الناس تحطم، بالشيخ يقول لك راني لاباس ما خصني والو خاطش علاه لاباس جميل خاطش حطموا صاي حاجه اللي قاطر عطاتهم مهمه باش يديروها راهم داروها وحطموها صاي راهم ملاح دروك. هذه هي، وسمحوا لنا رانا نعياو والله رانا نعياو،
ونعاودوها لكم. عاونونا، بارطاجوا لي فيديو تاعنا، اعطونا لي جيم، اعطونا لي كومونتير، وبقاو معنا اوفياء، وحنا رانا معاكم وراكم تشوفوا رانا مريسكين، رانا مريسكين ليشان. مكاش راجل يتكلم لك في البلاطوات كيما هكا، ورانا هنايا. انا نسكن في تادلس، انا راني هنا في الجزائر، مانيش برا ونعاير، راني هنا في الجزائر، ماشي راني نعاير، نعطي في الحاجه بالك نصلح بها فريق اللي لازمنا. هذا كل شوف، ما دامنا ما هدرناش الحقيقه قسما بالله ما ننجحوا، بصح ما دام ناس هم يكذبوا ما كاش نجاحات. انا راني نقول في الحقيقه، وراني مريسكي، وراني مش مع ربي، راني مليح، انا مع ربي راني مليح، مع العبد ما نعرف. ناس اللي يعرفوا الحقيقه راهم معانا وراهم يشكروا فينا، ويقولوا راني وي ماندور، يقول لك الله يبارك الحمد مزيان الحمد لله، كاين الجلام يهضروا، رانا نشوفوا الناس راهم يهضروا. نطلب من الناس اللي راهم حاقدين عليا، ماشي لي كومونتو، لا لي كومون، الكلب كيكون مربوط ما خرج منه. الناس اللي راهم يجروا فينا لواحد الاماكن، ان شاء الله بربي يبعدونا ويخلونا نتكلموا الحقيقه، بالك نوصلوا كلامنا. هذه هي، وتحيه ولاد الجزائر، والد خويا تاع سعيده وخوه وغاشي الرباحيه وغاشي سعيده، وما ننساش فانيك ياسين خويا سكيلاتشي علي كريم زعيم وحبابنا كاع الجزائر، تحيه والمحترف قناه المحترف، والشاب عز الدين تاع شلف، الشاب عز الدين تاع شلف، الراجل الذي كما يقول لك نبغيك، نبغي هذا الراجل انايا، خاطش انه كما يقول لك راجل، ونبغي انا نبغي الراجل. ونشكروا مامو خويا تاع لاصيات، توفيق تاع لاصيات، وغاشي غردايا العربي خويا وشعبة ليشان، وغاشي تموشد فريد خويا مالك، غاشي تموشد، وكاع ولاد الجزائر اللي هنايا واللي في الخارج في الغربة، غاشي اللي في الغربة فيك ما ننساوهمش. وكما يقول لك عمر تاعنا تاع كندا، وطارق خويا تاع برج الكيفان، وكاع ولاد الجزائر، وسمحوا لنا كاع ولاد الجزائر وين ما كان، كي نقول كاع ولاد الجزائر كما كاع ولاد الجزائر اللي هنايا واللي في الخارج. وتحيه الجزائر، تحيه الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الابرار، المجد والخلود لشهدائنا الابرار تاع واجب الوطني والجيش الوطني الشعبي الجزائري، صحيتو، تبقوا على خير.